إلى الزميلة عفرة الجولي لنتحدث عن أبرز الأخبار الرياضية. أهلا يا عفرة. أهلا رشا. تعرفي شو هو أبرز سؤال اليوم؟ شو صار مبارح؟ مبارح مع باريس سان جيرمان وبرشلونة. احنا حكينا مبارح أنه الثأر وأنه باريس سان جيرمان ينوي أن يثأر من برشلونة، لكن بهالطريقة كثير صحيح، وخاصة أنه على ملعبه، يعني في الكامب نو كانت المباراة. رشا، برشلونة سقط مرة أخرى بشكل يعني سيء، وللموسم الرابع على التوالي في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا. يعني الحقيقة كان في تحفظات على بدء المدرب الهولندي رونالد كومان اللقاء بشكل خاطئ وبتشكيلة خاطئة واختيارات خاطئة، لأنه يعني الدفاع عنده، خاصة الدفاع اللي دائما عليه علامات استفهام، كان يفتقد للياقة البدنية. لماذا تواجد بيكي العائد منذ غياب طويل، وكانت لياقته البدنية ما مساعدته أبدا أنه يجري وراء سرعة مهاجمي باريس سان جيرمان؟ كان غايب لأكثر من شهرين بسبب إصابة في الركبة. أيضا سيرجينو داست ما كان عم بيكون كتير أساسي، لكن اختار كومان البدء فيه. يعني لونغلي بقي على دكة البدلاء. بالنسبة لخط وسط برشلونة أيضا بوسكيتس، بيدري ودي يونغ كان في يعني نوع من البطء في التحرك وبناء الهجمة، وبالتالي لذلك كان في عقم هجومي عند برشلونة. أيضا لا ننسى أنه كان في سرعة الأجنحة خاصة عند باريس سان جيرمان، مبابي ومويسكين، ويعني ما قدروا جوردي ألبا وديست اللحاق بهم طبعا، ومنعوا من الهجمات، يعني منعوا الأظهرة تبع برشلونة من أنه يعملوا هجمات أو يقوموا بالأدوار الهجومية، لأنه كان تركيزهم فقط على الأدوار الدفاعية. لكن مؤخرا لونغلي كان عنده يعني مستوى لا بأس به في المباريات، يعني هل كانت هذه بالنسبة للمدرب كانت غلطة بإبقاء لونغلي في دكة البدلاء؟ نعم صحيح، يعني على الأقل لونغلي بدل بيكي إلى جانب أومتيتي، أعتقد أنا برأيي أنه كان موضوع أفضل، لأنه لونغلي يعني مثل ما قلت هو دائما أساسي، عنده لياقة بدنية وأصبح عنده الخبرة الكافية أنه يكون في هذه المواجهات. فأنا برأيي يعني ارتكب كومان أكيد أخطاء، لكن على الصعيد الآخر موريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، يعني في أول اختبار حقيقي له، لأنه الدوري الفرنسي شيء ودوري الأبطال شيء ثاني، فأول اختبار حقيقي نجح فيه وكان عنده يعني لمسات تكتيكية. أيضا كومان تأخر في التبديلات، يعني حتى دقيقة 78 لحتى أدخل بيانيتش وريكي بوج وبرايث وايت، أنه بعد ماذا؟ بعد ما كان هذا الوابل من الأهداف أوريدي ترشتيجن ما بيقدر يعمل شيء لحاله. رشا، انتقادات كبيرة لمدرب برشلونة في الآونة الأخيرة، كيف ستكون مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، خصوصا بعد هذه الأزمة أو هذه يعني الهزيمة الثقيلة إذا صح التعبير؟ صحيح رشا، سأقتدي بتصريح موريسيو بوتشيتينو مدرب بي اس جي عندما قال برشلونة لم يخرج من الأبطال بعد، يعني هن حابين أنه يستنوا لمباراة الإياب. مباراة الإياب رح تكون على ملعب البارك دي برانس، وأيضا باريس سان جيرمان رح يستعيد خدمات أنخيل دي ماريا الأرجنتيني المتألق، وطبعا مباريات الأبطال لها حسابات أخرى. ما بدنا نقول أنه برشلونة خلص باي باي، أكيد سننتظر مباراة الإياب، وخاصة بعد اللي حدث في موسم 2017 راح يكون الثأر من الجانب الثاني في العودة. إذا ننتقل لمباريات اليوم، وفي دوري أبطال أوروبا طبعا مواجهتان ستجمعان بين إشبيليا وبوروسيا دورتموند وبورتو ضد يوفنتوس. هل سيقود من الممكن كريستيانو رونالدو النادي لهزيمة بورتو العنيد اليوم؟ بالفعل يعني كل الأنظار ستكون موجهة على كريستيانو رونالدو، خاصة أنه هو هداف الفريق وحاسم، وخصوصا في المباريات الكبيرة ومباريات مثل هذه، لأنه يستطيع التسجيل من فرص صغيرة جدا، وهو هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي كريستيانو رونالدو. ليس فقط هذا رشا، لكن أيضا في تاريخ مواجهات يوفنتوس ضد بورتو يتفوق، لأنه لم يسبق لبورتو أن حقق أي فوز أمام يوفنتوس. أول مباراة جمعت اليوفي وبورتو في عام 84 كأس الكؤوس الأوروبية، نجح اليوفي بالفوز بها. لكن في مباريات دوري الأبطال لعبوا 4 مرات، 2 بدور المجموعات، الأولى انتهت بالتعادل السلبي والثانية فاز فيها اليوفي موسم 2002. أيضا في دور 16 فاز اليوفي في موسم 2016-2017. إذن ففي العموم يعني اليوفي متفوق في هذه المواجهات. متفوق، لكن كيف كان يعني أداء يوفنتوس مؤخرا ربما بالمقارنة مع أداء بورتو؟
اي صحيح، يعني طبعا الدوري الايطالي يبقى اصعب من الدوري البرتغالي، لكن اداء يوفنتوس كان متخبط نوعا ما، ليس يوفنتوس اللي كنا بنعرفه في المواسم السابقه، لانه عنده كمان غيابات لن ننسى هذا الشيء، خاصه ايضا مباراه اليوم بونوتشي راح يغيب لاسبوعين على الاقل بسبب اصابه تعرض لها مؤخرا، وكان رشا غياب ديبالا الاخير مؤثر جدا انا برايي على اداء يوفنتوس، وطبعا سيستمر ديبالا بالغياب وكذلك ارون رامسي. ايضا بورتو يدافع بشكل جيد جدا، دائما يكون الغزل في دفاع بورتو مثل ما بنقول، لأنه دفاعه لم يستقبل سوى 3 أهداف خلال دور المجموعات بأكمله، ومبارياته مع مين لعب؟ لعب مع السيتي، ومع ذلك يعني من لحظتها لم يستقبل أي هدف على مدار 5 مباريات متتالية. بيرلو مدرب اليوفي كان حذر وقال ستكون مباراة حساباتها التكتيكية معقدة للغاية، لأنه بسبب دفاع بورتو المتماسك، وشبه أسلوبهم بأسلوب لاعب أتلتيكو مدريد المتوازن والذي يعتمد بشكل دفاعي وطبعا على المرتدات، الخوف من المرتدات سيكون اليوم. ننتقل إلى المباراة الثانية، بروسيا دورتموند وأمام إشبيليا، لكن دورتموند لا يمر بمرحلة جيدة في هذه الآونة الأخيرة، حدثينا لماذا؟ لنتحدث عن هذه المباراة بعدها. صحيح رشا، لأنه دورتموند حاليا يعني أعلن أنه سيتخلى يوم الاثنين عن مدربه الحالي إيدن تريزيتش واستبدله بماركو روزي. أيضا دورتموند ليس دورتموند اللي منعرفه سابقا اللي ينافس البايرن على لقب البوندسليغا، لأنه يحتلون المركز السادس في الدوري الألماني بالرغم من أنه عندهم العديد من المواهب الشابة، لكن على ما يبدو عندما يعني يتخطى دورتموند مرحلة استقرار المدرب الآن ربما سيعود لتحقيق نتائج إيجابية. كذلك هل سيصمد أمام إشبيليا بروسيا دورتموند؟ الحقيقة اليوم يعني مثل ما قلنا الاعتماد رح يكون على المواهب الشابة، وخاصة إيرلينغ هالاند، جيدن سانشو، جوفاني رينا، وطبعا المخضرمين ماركو رويس وماتس هوملز. وفي مواجهة إشبيليا رشا كل الأنظار راح تكون موجهة على اللاعبين المغاربة المتألقين جدا، يوسف النصيري المهاجم المتألق صاحب 23 عام سجل 13 هدف مع إشبيليا هذا الموسم، وأيضا الحارس المتميز ياسين بونو. بالنسبة طبعا يعني تعتبر هذه إضافة للنادي أكيد، وخاصة أنه يعني فعلا فعلا المتألقين رفعوا إشبيليا، رفعوا من مستوى الفريق. إشبيليا طبعا نادي عريق وهو يصدر مواهب في الدوري الإسباني أو إلى خارجه، لكن فعلا يعني رشا أداء اللاعبين المغربيين كان ملفت جدا وساعدوا في حصد نتائج جدا إيجابية للفريق. يمكن البيئة اللي خلقها الفريق للاعبين خلتهم أنه يكونوا أحسن ويقدموا أفضل ما عندهم. صحيح طبعا، لذلك حاليا الفرق يعني شمال إفريقيا المغرب العربي خاصة تصدر الآن مواهبها منذ الصغر لحتى يلعبوا في الدوريات الأوروبية، يتدرجوا بالفئات العمرية، وعم نشوف أنه في نجاح عم بيتحقق هذا الشيء. الآن في المباراة طبعا هذه رشا بالعودة للحديث عن دورتموند، المباراة هي تمثل المواجهة الأولى من 3 مواجهات رح تكون صعبة جدا لدورتموند على مدار الأيام 8 المقبلة، حيث يحتل الفريق يحل الفريق ضيف على شالكي في دور 8 بكأس ألمانيا، وأيضا على بروسيا مونشنغلادباخ بالبوندسليغا. بالنسبة نعم شكرا لك، الوقت دهمنا يا عفرة، شكرا لك على كل هذه المعلومات الرياضية. شكرا.